تعالى ماشي يلا. مش حالته ضربة بجيب ايه؟ اضربها لوحدك، تعالى اتنين في ماشي سبعة باربعتاشر، اربعة في معانا الواحد، اتنين في اتنين باربعة اتنين وواحد في أربعة خمسة، اتنين في بثمانية خمسة بعشرة، مش محتاجة. يلا اضرب اللي برقم ده، اربعة في اتنين بثمانية، ها اربعة في معاك خمسة أربعة بثمانية أربعة بخمسة بعشرين الصفر معاك زيرو، معانا الاتنين. اتنين أربعة في تلاتة في أربعة باتناشر اتنين أربعتاشر ونحط العلامة بعد كام رقم؟ بعد كل الأرقام لا لا بعد تلات العلامة أرقام هنا، بعد تلات أرقام آه يعني تتحط هنا. أيوه بالظبط يلا يا عمار، ثمانية في سبعة يلا يا عمار، سبعة في ثمانية، يلا يا عمار، أيوة وين يا مش عمار؟ لعب يلا حبيبي، سبعة في ثمانية، أيني هو اتنين. واحد في اتنين باتنين خمسة تلاتة في خمسة استنى هنا، خمستاشر احنا هنا، انت فين يا بابا؟ احنا هنا والله. فاء، انت في حق كده اه انت مش مركز معانا بقى. يا مثل انا افتكرت المسألة اللي عمر حلها هي هاي لا سبعة في ثمانية، ثمانية سبعة بستة ستة ستة وكم؟ وخمسين، خمسين ستة صفر ومعانا ستة الخمسة. ومعانا ركز في الجدول يا عمار، وراجع الجدول كويس. سبعة صفر صفر خمسة وخمسة خمسة صفر خمسة أربعة في كم؟ سبعة سبعة أربعة في أربعة، أربعة في سبعة أربعة وعشرين 28. مش حافظين الجدول تمام. البوينت عمار هتتحط بعد كام رقم؟ رقم مين تمام، يعني هتيجي هنا في النص. ماشي، الباقيين واجب، خمسين باقي الصفحة واجب. باقي الصفحة واجب، وصفحة 153 واجب. مثلا حسبي يلا هناخد الدرس اللي بعده، ضرب الأجزاء من 10 في أجزاء من 10. ايه لا يا مثلا ناخد الدرس اللي بعده لا ما عندناش وقت يا عمار، والدرس سهل ولذيذ وبسيط وهتفهمه دلوقتي في سهولة. تعالى كده نشوف بيقول ايه. هو نفس ماشي الفكرة ده، بس الاتنين هيبقى فيهم علامات. طب الحكاية دي بقى هنعمل فيها ايه يا مش يا حاجة مش مس؟ محتاج بتاع المستطيل المربع ممكن أو اتكلم يا التركيب عمار؟ ولو عندك حاجة ممكن ترفع ايدك. ماشي هنضرب ازاي يا شباب؟ اجزاء من 10 في اجزاء من 10. كل اللي انا بعمله هضرب الارقام في بعض ولا كاني شايفه البوينت. يعني هضرب الاربعه في 6، اربعه في 6 بكام؟ ب 24. طب يا مس البوينت بقى هنعمل فيها ايه؟ شوف هنا البوينت بعد كام رقم؟ هنا البوينت بعد رقم واحد. طب وهنا البوينت بعد كام رقم؟ بعد رقم واحد برضو. يبقى انا هجمع الرقم والرقم يبقوا رقمين، يبقى انا هحط في الاخر البوينت بعد رقمين. فبمشي منين؟ انا ماشيه كده، دي واحد اتنين احطها هنا. وخانة الاعداد الصحيحه يا مس زيرو. تاني سؤال تاني، لو انا عايز اضرب 3 من 10 في 2 من 10، نضرب الارقام 2 في 3 ب6. طب يا مس البوينت احطها فين؟ اشوف هنا البوينت بعد كام رقم؟ بعد رقم. هنا البوينت بعد كام رقم؟ بعد رقم. يبقى انا المفروض احط في الاخر البوينت بعد رقم ايه؟ طب انا ما عنديش غير رقم، اعمل ايه؟ حط زيرو وروح حاطط البوينت عشان يبقى عندك رقمين. طب وخانة الاعداد الصحيحة؟ حط زيرو. طب وانا يعني يا مس كده بتفكيري، لو انا قلت فرض ان انا عايز اضرب 2 من 10 في 12، طب ودي اضربها ازاي؟ انا حافظ ان 2 في 12 ب 24، كلنا شاطرين حافظين كده. طب البوينت بقى، البوينت هنا بعد رقم، بس البوينت هنا بعد كام رقم يا شاطرين؟ بعد رقمين. مين يغلط أربعة يبقى في انا سبعة احط البوينت بعد كام رقم؟ أنا مش انا هنحطهم بعد يا ثلاث مس، أرقام
هنحطهم مين اللي بعد قال ثلاث خمسة ارقام، في بس هنا في خمسة في رقمين عشرة؟ هنحط بعد صفر بوينت بعد وثلاث صفر ارقام، بعدين بعد بوينت ثلاث على صفر، العدد أرقام هنحط كلكم صفر وبعدين ممتازين، نقطة. كلكم ممتازين بس نرفع ايدينا، ماشي أيوة كلكم صح فعلا. البوينت هتتحط بعد ثلاث ارقام لان رقم ورقمين يبقوا ثلاث ارقام. انا ما عنديش غير رقمين بس، اروح حاطط زيرو واحط البوينت، يبقى كده البوينت جايه بعد ثلاث ارقام. وخانه الاعداد الصحيحه ما نحط زيرو صفر، عشان هي نحطش مش كده مهمه. صفر. طب نكبرها شويه يا مس، ده انت لو كبرتها لي منين؟ انا خلاص فهمت وهعرف احل ازاي. اهو احنا عايزين مثلا نضرب ال 12 في 12 من 100 في مثلا 5 من 1000. عادي يا مس، عادي خالص، مش هضرب الأرقام. مين يعرف يضربها؟ مين يعرف؟ انا مين اكيد، شاطر؟ دي بعد رقمين ودي بعد ثلاث رفع ارقام، ايده هنجمعهم اللي على رفع بعض هتبقى ايديه، خمسة. اللي رفع ايديه الشطور، اللي رفع ايديه بيستنى لما المس تقول له يجاوب. يلا يا جوري تمام، هنعمل تمام. ايه؟ ايه ده هنضرب من الاول الارقام. 5 في 16 ب 60، طب البوينت بقى، البوينت هنا بعد كام رقم؟ بعد صح رقمين وهنا ثلاث ارقام، هنا بعد هنجمع كام الاتنين رقم؟ مع بعض هيبقوا 5. صح. هنحط كذا صفر، يعني انا عندي هنا رقمين بس، يبقى انا محتاجه كام صفر؟ 3 اصفار، ممتازه. يعني انت يا مس وبعديها مهما نحط تجيبيني البوينت، وبعديها انا هعرف، انا هعرف احل خلاص. انا عرفت الفكره، فهمت ان انا بشوف البوينت هنا بعد كام وهنا بعد كام وبجمعهم وبحط في الاخر. خلاص يا مس، يبقى اي مساله انت هتديهاني انا هعرف احلها، صح؟ صح. ايوه يلا. طيب هو الاجزاء ده يا مس بيجي في الامتحان، الرسومات الغريبه دي بتيجي؟ لا والله يا شباب ما بتجيش. يعني انا في الامتحان اكيد مش هجيب لك مربعات واخلص الورقه على حاجات ملهاش لازمه، ماشي؟ هي كلها ايه؟ رسومات بترسم، بتشوف هنا الواحد من عشرة في واحد من عشرة هيتقابلوا فين، مش أكتر. هيتقابلوا في واحد جزء من المية، الاتنين من عشرة وفي التسعة من عشرة، الحاجات دي ولا ليها أي طلب، فاحنا مش هنلون ولا هنرسم ولا هنعمل أي حاجة من الحاجات دي. احنا هنضرب على طول بالخوارزمية لأن هو السؤال بيجي كده. أنا مش أول سنة، دي منهج خامس، ده تالت سنة بدي، فأنا عارفة أنا بجيب الامتحان إزاي والامتحانات بتيجي إزاي. مش يبقى هنا هنضرب عادي خالص، ملناش دعوة بالمربعات دي، ولا هنظلل ولا هنرسم ولا هنلون، ما احناش فاضيين للتلوين ولا الرسم. يلا يا عمر اضرب 2 من 10 في 3 من 10. ايه، 3 من 10، اضرب على طول كأنها 3 يا عمر في 4 ثلاثة في على أربعة طول، ب 12، وأحط بوينت بعد رقمين بس كده. تحط البوينت بعد ب 12، كام؟ وأحط بعد بوينت مين؟ بعد رقمين يلا احطها بعد مين؟ رقمين ايوه مين الرقمين يعني؟ احطها بعد الواحد ولا في النص ولا فين؟ بعد الواحد وبعدين فخامة الاعداد الصحيحة هتحط ايه؟ زيرو. بس كده شاطر. يلا يا عماري اللي بعدها، يبقى طلعت 12 جزء من 100. في 5 من 10، هحط البوينت في النص. خلصت مسألة؟ لا غلط، مش فاهم، مش في النص يا غبي. حطيت البوينت غلط، البوينت مش هتتحط في النص، لحظة انت أنا كده فهمت، حطيت البوينت بعد رقم ايه؟ 2 في 5 من 10 نحطها بعد رقمين، ايوه بعد رقمين، رقمين. واللي نحط بوينت وبعد ايوه البوينت نحط زيرو. يبقى مش هنحط البوينت في النص، ركز، انت بتحط البوينت بعد رقمين. تمام يلا يا يا مس، همس لحضرتك. يلا يا همس نعم يا مس. يلا يا جميل. 7 من 10 في 8 من 10. 8 في 7 جدول الضرب. 8 في 7 بكام؟ 8 في 7 بكام؟ حد يغششها لها؟ محدش عارف 8 في 7 بكام؟ 56. أنا عارف. صح يا همس، 56. طب والبوينت تتحط بعد كام رقم؟ البوينت هتتحط بعد رقم واحد. لا ده هنا العلامة بعد رقم وهنا العلامة بعد رقم، يبقى البوينت هتتحط بعد كام رقم؟ رقمين. احنا لسه قايلين بنشوف هنا العلامة بعد رقم وهنا العلامة بعد رقم، يبقى البوينت بعد رقمين. يعني هتيجي بعد مين يا هنا؟
تيجي بعد الخمسة هنعد تمام. رقمين، واحد اتنين جت بعد رقمين، ونحط زيرو في خانة الأعداد الصحيحة. يبقى 56 جزء من ايه؟ 100. يلا يا بيسان، 5 من 10 في 9 من 10. نسمح لي بس انت قاعدة اقول لحضرتك حاجة، قول يا نسمح عمار. سكيور سينيوريتا، ايه سكيور سينيوريتا، يعني ايه؟ انا بحبك يا ماس اسباني. بالاسباني. ماشي، هو I love you. انا كمان مش عارفة، انا ما اعرفش غير انجليزي. انت عرفت منين الاسباني ده؟ المترجم طبعا، المساعد. سبت كل اللغات ومسكت في الاسباني. ماشي يلا يا بيسان، يلا أنا إيه الخمسة الحاجة؟ الخمسة في 9 في 45 والبوينت بعد كام رقم؟ بعد رقمين شطور. واحط في خانة الاعداد الصحيحة. زيرو. ممتاز. يلا يا جيداء، وين جيداء؟ يا جيداء ما دخلتش. لا ما دخلتش. يلا يا جوري، امال جيداء فين يا جماعة؟ تمام. ايه 6 في 8 48، هنحط البوينت بعد رقمين، هنحط بعد البوينت 0. ماشي ثواني بس، بنادي الجيداء على الجروب. نادت لها، قلتي 6 في 8 بكام يا جوري؟ 48 وحطيتي البوينت بعد مين؟ بعد رقمين وبعديها 0. شطورة يا جوري. يلا نرجع تاني لعمر. يلا يا عمر، نعم يا مس، يلا 1 من 10 في 3 من 10. لحظة يا ماما. ماشي، شكلك بتفكر في السندوتش اللي ماما هتجيبه. ماشي لا والله لا، ماشي يلا انا بس كنت بكتب اجابة السؤال اللي قبليه واللي قبل قبليه. ماشي، 3 في 1 ب3، صح. والعلامة بعد كام رقم؟ بعد رقم طب ايه ده، ما عنديش غير رقم، اجيب منين الرقم التاني؟ حط رقم ما احط بدله 0. صح، واحط العلامة. طب وخانة الاعداد الصحيحة مش موجود، احط مكان خانة الاعداد الصحيحة ايه؟ صفر. يبقى 3 من 100. ايه اللي بعد؟ يلا يا عمار، 3 7 21، لا رقمين، 5 من 10 في 6 من 10. حضرتك مش نزلتي تحت، افتكرت ان احنا في رقمية حجة. 5 6 في 5 30، ونحط العلامة بعد رقم ونحط زي الفل. يلا يا همس، 2 من 10 في 2 من 10. 2 في 2 ب4، والبوينتين والبوينت هتبقى بعد رقمين، واحنا عندنا رقم واحد، بقى هنحط الصفر بعدها بوينت ومكان خانة ايوه الأعداد الاعداد الصحيحة الصحيحة. هنحط الصفر. ممتازة يا همس. يلا يا بيسان، 1 من 10 في 7 من 10. يساوي 1 في 7، بتحط البوينت بصفر. هتحطي بوينت وصفر؟ ازاي؟ هي العلامة هنا بعد كام رقم يا بيسان؟ بعد رقم ده بعد رقم؟ يا نهار أبيض، ده هنا بعد رقم وهنا بعد رقم، يبقى العلامة بعد كام رقم؟ رقمين، بعد رقمين؟ طيب مش رقم، قلتي رقم ازاي بقى؟ يعني هنحط صفر وبعدين بوينت وصفر. اه ركزي. يلا يا جوري، 3 من 10 في 7 من 10. 3 في 7، ايوه 3 في 7 ب21، والاتنين هنحط بعديها بوينت. لا بس وصل، بوينت بعد شاطرة يا رقمين. جوري. يلا يا عمر، نعم يا مس، يلا 4 من 10 في 9 من 10. 4 من 10 وكام من 10؟ اوكي. في 9 من 10. لا 4 في 9 4 في 9 ب36، والعلامة بعد رقمين وبعد احط في العلم، وبعد كده احط زيرو في علامة خانة عشرة الأعداد صفر، بعد علامة الصحيح. عشرة صفر. صح. يلا يا عمار، 3 من 10 في 2 من 10.
2 في 3 ب 6 ونحط العلامة بعد رقمين ونحط صفر. يعني احط العلامة ازاي بعد رقمين وما عنديش غير رقم واحد؟ نحط العلامة بعد رقم واحد ونحط صفر. ما ينفعش، العلامة المفروض تتحط بعد رقمين، لا ازاي صفر، بتقولي هنحطها لا بعد رقم صفر. واحد؟ هنزود صفر جنبيها عشان يبقوا رقمين، وبعد كده احط العلامة، كده العلامة جت بعد رقمين. وفي خانة الأعداد الصحيحة هحط زيرو، يبقى احنا كده خلصنا 6 من 100. تعالوا الصفحة اللي بعدها. هنحاول نوصل لحل، دي حل بقى يا مس. ايه؟ حاولنا الخير يعني بقية القصة ايه؟ هنحل بقية القصة. ايوه هنحل، احنا مش هنعمل حاجة غير ان احنا بنحل. ايه رياضيات حل؟ طيب تعالوا تمانية نشوف في فكرة تسعة ده. ب 72. هناخد الدرس ده البتاع ده، الصفحة الحتة دي كده واجب، دي واجب نقطة من مش الصفحة كلها، دول بس. اوكي مس، لو تقدري تبعتيها على الجروب السلام عليكم يبقى ورحمة شكرا الله ليكي بقى. وبركاته. عجبني. هنطلع يا طب ما مس، حد ياخد، حد يعرف ياخد لنا سكرين وننزلها على الجروب يا شباب الحتة دي؟ انا عارف اخد سكرين بس نزلها على الجروب ما اقدرش عشان من اللابتوب. طب استنى استنى انا اخدها لك. انا هطلع بره. السلام عليكم. تطلع فين؟ مش احنا خلصنا؟ ما خلصناش طبعا، لسه فاضل 10 دقايق، هنعمل ايه فيهم؟ هناخد الدرس اللي بعد. الناس احنا نلحق في ال10 دقايق ناخد الدرس. هناخد ربع، هناخد فكرة بس منه. ماشي ماشي يا بس. طيب على 3 دروس ماشي. متنجز اعمل بدء التقاط. طب ثواني اعمل بس ستوب شير عشان هو مهنج. ايه السؤال؟ لا طبعا في ايه يا ابني؟ يا ابني ايه الاصوات اللي انت بتعملها دي؟ اتصدم وشاف اجابات. انا مراجعه ليله الامتحان لقى 200 سؤال. لا مش ده السؤال الاول 70 سؤال، 50 سؤال، السؤال الثاني 70 سؤال، 70 سؤال، السؤال الثالث 30 سؤال، السؤال الثالث 70 سؤال، السؤال الرابع دي كان 15 سؤال. تاني، كنت لكن اعطيكم واجب تاني. ثواني بس، انه كان واجب تاني يا شباب عشان ايه ابعته لكم مره واحده الواجب. بسيط دي يا كانت بس. واجب اهي، يلا. وكان في شويه تانيين واجب هنا باقي الصفحه دي. مش مش حضرتك بتصوريها؟ يا ريت مش لو اه حضرتك تقدري تبيني كل الصفحة يعني. لا مش عايزه باقي الصفحه، انا عايزه دول بس الواجب. لا رقم 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 الصفحة. اه ماشي خلاص عربين، يلا شوف اللي بقى. الدرس اللي بعده هو نفس الفكره، سهل جدا ولطيف، ما كلهم شبه بعض. اسمه طب ايه؟ ليه يعني قالوا ضرب الكسور العشرية باستخدام نموذج مساحة المستطيل. ازاي بقى استخدم نموذج مساحة المستطيل في ان انا اضربه؟ هو احنا ممكن نضربها بغير كده يا مس، وممكن نحلها بطريقتين، بالخوارزمية وممكن نحلها بالايه، بمساحة المستطيل. انا بحب المساحة الخوارزمية صراحة، ما بحبش مساحة المستطيل. فتعالوا الاول اقول لكم الخوارزمية وبعد كده اقول لكم مساحة المستطيل، ماشي؟ انا عايزه كده ايه، صفحه فاضيه. تعالوا نجيب سؤال مثلا لذيذ كده. تعالوا كده في اول سؤال هنا، هو هنا العلامه، العلامه هنا جت بعد كام رقم؟ العلامه هنا بعد كام رقم يا حلوين؟ العلامة هنا بعد الفيلم مش أصلا بعد بتشوف رقم 1 و9 و8. استنوا استنوا، ده الشاشة اللي انا عمالة اسألكم وانا مش لاقيكم بتجاوبوا، وانا الشاشة واقفة اصلا. ماشي مش لاقيين على فكرة مش هيقرا صفحة غيرها.
لا والله انا جايبه الصفحه بس هي ما جاتش، بس شكرا. اهي دي بعد صفحة كده كام؟ دي صفحة 160. الله واجد يلا هنا العلامة بعد كام رقم؟ 5.104 هتضرب من 1000 كمان ثلاث أرقام كده، 3 أرقام. وهنا العلامة بعد كام رقم؟ رقم واحد يبقى أنا المفروض أحط العلامة في الآخر. العلامة بعد كام رقم؟ أربعة أربع أرقام نعد يلا. 4 أرقام، 1 2 3 هنوصل أربعة، لغاية الواحد وراح حاطين ونروح العلامة نعمل بعد بوينت 4 أرقام، يعني هحطها بين الستة والواحد. يس تيتشر صعبة؟ كيوت صعبة أيوة السؤال يا شباب سهلة ولا سهل؟ سهلة سهلة. أيوة تتفرجي جاري ده طب يلا نبدأ بعمر. يلا يا عمر، العلامة هنا بعد كام رقم؟ نعم يا مس السؤال رقم هنا العلامة واحد بعد كام رقم؟ رقم ألف كيوت النوبي أيوة يا مس أي سؤال بالظبط على رقم ألف ولا أي واحد بالظبط ثواني ثواني، انا مشكلتي بس البتاع بتاع الوضع الالتقاط ده اول ما بفتحه بيعمل الدنيا، فانا هلغيه، بيوقف لي الشاشة. لغيته اهو عشان ايه ما يوقفليش الشاشة تاني. رقم ألف صح؟ رقم الف. يلا 11.68 ضرب 2.4، المفروض احط العلامة بعد كام رقم؟ هنا بعد كام رقم؟ بعد رقمين. وهنا بعد كام؟ بعد رقم. يبقى انا هحط العلامة فعلا زي ما انت قلت بعد 3 ارقام، يعني هحطها ما بين مين ومين؟ أحطها ما بين ال 32 والصفر لا أحطها بعد الصفر يعني ما بين الصفر والثمانية. أيوة صح كده، يبقى البوينت هتتحط هنا يا شباب ما بين الصفر والثمانية. يلا يا عمار اللي تحتيها رقم جيم، العلامة هنا بعد رقم وهنا بعد رقم، يبقى المفروض احط العلامة بعد كام رقم؟ واحد اثنين بعد رقمين هنحطهم في نص ما بين التسعة والتسعة ما بين التسعة الاثنين والتسعة. صح يا عمار. يلا يا همس رقم داني، العلامة هنا بعد رقم والعلامة هنا بعد رقم، يبقى المفروض احط العلامة بعد كام رقم يا همس؟ بعد رقمين يعني احطها ما بين مين ومين؟ ما بين السبعة والواحد صح، يعني بعد ال72 هنا. يلا يا بيسان، العلامة هنا بعد رقمين وهنا بعد رقم، يبقى المفروض احط العلامة بعد كام رقم؟ بعد ثلاث ارقام طب انا ما عنديش غير رقمين، اعمل ايه؟ هنحط زيرو هنحط زيرو جنب التسعة ولا جنب الستة؟ في اليمين ولا في الشمال؟ جنب التسعة ولا جنب الستة الزيرو؟ كان بتسكت لا، لو حطيته جنب التسعة مش هيبقى ليه لازمة، أنا هحطه جنب الستة. أنا بمشي كده يا هبيسان، بمشي كده جاية من اليمين ماشية للشمال كده، وأروح حاطة العلامة وأحط في قناة الأعداد الصحيحة زي. تمام يلا يا جوري، هنا العلامة بعد رقم وهنا بعد رقمين، يبقى المفروض أحط العلامة بعد كام رقم؟ بعد ثلاث أرقام يعني بعد الخمسة شاطر. يلا يا عمر، العلامة هنا بعد 3 وبعد 1، أحط العلامة بعد كام رقم؟ في رقم زين. أربعة أربعة نص معلش كنت بتكلم والمايك مقفول يعني بعدين مفيش رقم بعدي مفيش عدد ماشي، يعني صحيح هنحط هحط صفر ممتاز، يعني هيحط البوينت وبعد كده هيحط الايه الصفر. ممتاز يا عمر. طيب ثواني اجيبها تاني، هي ايه شغالة عندكم كويس الشاشة؟ طيب أيوة كتبت أو قعدت ماشي. الصفحة لا لسه هكتب أيوة اهو، يبقى 0.204 6. حتى علامة ماشي ما بعد أربع يلا اللي بعدها يا عمار. أربع أرقام ماشي، حطيت لك العلامة اهي بعد 4 أرقام، وحطيت البوينت والزيرو زي ما انت ما قلت بالظبط يا عمر. ممتاز، يلا يا عمار اللي بعدها رقم ألف حاء. بعد أربع أرقام بعد أربع أرقام
بعد السبعة، ما بين السبعة والواحد. البوينت صح، ده بقى ممتاز ممتاز يا عمار، صح هتبقى هنا ما بين السبعة والواحد، ممتاز يا عمار. اللي بعدها همس، يلا يا همس. في بعض فضائح النادي 5334، يعني النواتج بتاع دول كلهم هيبقى 5334، بس البوينت بس اللي هتختلف المكان بتاعها، يعني كلهم يا مستر هيبقى نفس الرقم، بس البوينت مكانها بس اللي هيبقى مختلف. يلا يا همس، اول واحدة الف، البوينت هنحطها بعد كام رقم؟ بعد رقم واحد. صح، يعني احطها بعد مين؟ يا بعد سبعة الاربعة. ايه؟ ما بين مين ومين؟ الأربعة والتلاتة. صح، مين بيسأل؟ أربعة تلاتة اتنين مش أربعة. وده، يلا يا بيسان. لا كلهم هيبقى الناتج بتاعهم هو ضربهم هيدينا 5334، لانهم كلهم نفس الرقم، بس اللي هيختلف وضع العلامه. يلا يا بيسار، رقم باء العلامه هنحطها فين؟ هنحطها بعد رقمين، يعني ما بين مين ما بين ومين؟ التلاتة والتلاتة. شاطره. يلا يا جوري، رقم جيم العلامه هنحطها بعد كام رقم؟ جوري طلعت. يلا يا عمر، نعم يا مس، العلامة هنحطها هنا بعد كام رقم في جيم؟ هنحطها هنا بعد هنا رقمين في جيم. بعد ثلاث أرقام، يعني هنا ما بين الخمسة والثلاثة بعد ثلاث أرقام. طب يا عمار اللي بعديه هنحط البوينت بعد كام رقم؟ اللي بعديها رقم دال بعد ثلاث أرقام. صح، يعني هتبقى هنا. يلا يا رقم هاي يا همس، هنحط العلامة بعد كام رقم؟ لا أنت مدرس رقم هاء، هنحط العلامة بعد أربع أرقام. ممتازة، هو هنحط في الآخر زيرو في خانة أوكي العلامة شمس صحيحة. نزلت. ماشي يلا يا بيسان، آخر سؤال، هنحط العلامة بعد كام رقم؟ بعد رقمين. عمري ازاي لما هنا بعد رقمين حبيبتي وهنا بعد ثلاث ارقام، يبقى انا احطها بعد رقمين؟ اشمعنى؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة مش خمسة ستة ينفع، سبعة ثلاثة. مش احنا بنجمع حبيبتي العلامات يا بيسان؟ العلامة تتحط بعد كام يا جميل؟ بعد كام رقم بيسان؟ ماشي سامعاني؟ انا خلصت. خمس ارقام. خمس ارقام، لان هنا بعد ثلاثة وهنا بعد اتنين، يبقوا خمس ارقام. طب احنا ما عندناش غير اربع ارقام بس، نعم كتيبة. فين نحط الرقم الخامس؟ ايه هنحط السيرو كان بالخمسة. شاطرة، وبعد كده نحط البوينت ونحط في خانة الاعداد الصحيحة ايه؟ زيرو. ممتاز، هو احنا كده خلصنا الحصة؟ كده خلص. طب في راكب للدرس دوت؟ أصل يعمل لا لا، عشان الدرس ده تقوم لا، على أما نكمله المرة الجاية إن شاء الله، ناخد الواجب بإذن الله. يلا سلام عليكم.